بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الأغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول والتثبيت في القول والعلم والعمل. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى آخره. هذا الحديث يرويه مطرف بن عبد الله، طبعا هو تابعي، وأبوه عبد الله من الصحابة، وهو ابن الشخير. مطرف بن عبد الله ابن الشخير عامري، هو من الأوس. يقول: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. هذه هي تكبيرات الانتقال، ومر معنا مواضعها من جميع الصلاة ما عدا الرفع من الركوع، فإنه يقول الإمام المنفرد: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد، على خلاف بين أهل العلم هل للمنفرد، هل للمأموم، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أم لا. وأما بقية الانتقالات من أحوال الصلاة فتكون بالتكبير، تكبير الإحرام، والتكبير للركوع، والتكبير للسجود، والرفع من السجود للجلوس، ومن الجلوس للسجدة الثانية، ومن الرفع من السجدة الثانية للقيام أو للتشهد. كلها هذه الانتقالات تكون بالتكبير، تكون بالتكبير. فهذه التكبيرات التي في هذا الحديث هي تكبيرات الانتقال. فهو يقول: فكان إذا سجد كبر، يعني إذا سجد، سواء سجد من قيام أو سجد للسجدة الثانية من جلوس، فإذا سجد، وإذا رفع رأسه كبر، يعني من السجود، إذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر أيضا. وهذه طبعا هذه كما قلنا هي من تكبيرات الانتقال، من تكبيرات الانتقال. إذا عندنا تكبير، عندنا التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن كما عليه جماهير أهل العلم، بل يكاد يكون عليه الإجماع أن تكبيرة الإحرام هذه يقول بها أهل العلم. لكن تكبيرة الانتقال أنها سنة، وعند مذهب أحمد أنها واجبة. تكبيرة الانتقال أنها واجبة، والجمهور على أن التكبيرة هذه سنة، بمعنى لو أنه انتقل من حال إلى حال من غير تكبير فإن الصلاة عندهم صحيحة. لكن المنقول من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل هذه الأحوال، ولم ينقل عنه أنه لم يكبر أبدا،
ومن هنا أخذ الإمام أحمد بأن تكبيرات انتقال أنها واجبة. وأيضا قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الشيخ وإذا كبر فكبروا، وهذا أمر كما يقولون، والأمر الأصل أنه للوجوب. وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ يقول مطرف أخذ بيدي عمران بن حسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود بمعنى سواء صلاة علي رضي الله عنه كلها من صلاته كلها بكل أفعالها وطمأنينتها إلى آخره، أو مقصوده تكبيرات الانتقال. المقصود أن هذا الحديث هو من الأحاديث التي أوردها مصنف تحت باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما أخذ القيام والقعود قريبا من السواء. هذا حديث البراء بن عازب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رامقت الصلاة، بمعنى تتبعتها وتعمدت أن أنظر إليها نظر المراقب والمتأمل والمتابع. رامقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء. هذا يبين الطمأنينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في صلاته، ويبين أيضا مقدار هذه الطمأنينة أو مقدار بقائه أو مكوثه بين هذه الأركان من ركوع وسجود وجلوس وقيام. فقال فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته عند التشهد الأخير ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. إذن هذه تدل على ما يجب على المصلي من أن يطمئن في صلاته، وتدل أيضا على المقدار. لكن أولا قوله قريبا من السواء يعني متقاربة، لكن ليست ولم يقل مستوية. قريبا من السواء يعني بينها تفاوت، أي بينها تفاوت يسير. ويمكن أن يفهم السواء بمعنى التناسب، بمعنى إذا أعطانا القيام في القراءة وهو تكبيرة الإحرام الفاتحة وما بعدها، إذا أعطانا القيام أعطانا السجود والركوع والجلوس بين السجدتين والقيام والرفع من الركوع. وإذا قصر قيامه في القراءة الفاتحة وما بعدها ناسب السجود والركوع أيضا بنفس النسبة، بمعنى أنها تتناسب مع القيام ومع القراءة. ولهذا قال في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، لأن القيام الذي هو القيام للقراءة والفاتحة وما بعدها إذا كانت الركعة الأولى والثانية من رباعية أطول من السجود، معلومة أنها أطول من السجود وأطول من الركوع واطول من الاعتدال بين ركعتين بين بعد الركوع واطول من الجلوس بين السجدتين. وقوله ما خذ القيام والقعود، القعود هنا اللي هو التشهد الاخير
التشهد الأخير طويل، التشهد الأخير طويل، وقيام وقراءته طويل. فإذا يكون قوله فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، يعني ما عدا كما قال البخاري ما خلا القيام والقعود، اللي هو قيام القراءة. قيام القراءة طويل فيه الفاتحة وفيه ما تيسر إما من سور ولا من آيات، فهو طويل. والتشهد كذلك التشهد الأخير طويل، بعد التشهد فيه دعاء يطيل فيه أكثر من غيره. فإذا يكون قوله قيامه فركعته فاعتداله يعني ما عدا القيام والتشهد الأخير قريب من السواء، يعني متقاربة، وإن كانت ليست بالضبط يعني بالدقة المتساوية، وهذا هو الطبيعي، وهذا هو الطبيعي. يصلي إنسان قدر ما يتيسر له من إقبال في الصلاة، فإن أحيانا كما تعلمون الإنسان أحيانا في صلاته يفتح الله عليه ويقبل ويطيل والحمد لله. وإذا يعني كان يعني أقل من ذلك إما لانشغاله وإما يعني لأي أمر طارئ، فإنه يأتي بالواجب وإن لم يطل كإطالة في بعض الصلوات. فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته، ثم قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف. هذه جلسة أخرى، جلسته ما بين التسليم والانصراف، بمعنى أن الإمام أو كما يقول براء في حكايته لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم بقي مستقبل القبلة قبل أن ينصرف. يعني الانصراف هو الانصراف نحو المأمومين، فهو يقول فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء، معنى أنه أيضا لا ينصرف مباشرة بعد ما يسلم، إنما يجلس جلسة خفيفة. جاء في حديث عائشة أنه كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف قريبا من هذا. والسجود مثلا سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وسبحان ربي العظيم بالركوع ثلاث مرات ليست طويلة، ليست طويلة جدا، هذا هو الجزء الواجب، وقد يطيل في الثناء على الله عز وجل وفي الدعاء إلى آخره، لكن المقصود المقدار الواجب. لا شك أنهم يقولون الواجب سبحان الله واحدة وسبحان ربي الأعلى واحدة سبحان ربي العظيم واحدة والسنة ثلاث، وإن أطال أيضا لنفسه ولا يشق على المؤمن فهذا حسن، وسوف يأتي معنا الكلام على المشق على المؤمن، ما ينبغي للإمام أن يلاحظ أحوال المؤمن. قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء، إذن هذه جلسة كما قلنا هي التي بعد السلام، وقلنا إن معنى قريبا من السواء يعني متقاربة، لكن لا 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 بمعنى أنها لم تكن متساوية مساواة تامة وإنما متقاربة، وهذا هو الذي طبعا ينبغي، وهذا هو الذي يستطيعه المسلم، يعني لا يستطيع أن يجعلها بالثواني والدقائق، وإنما حسب ما يفتح الله عليه بالإقبال والدعاء والثناء على الله عز وجل والذكر إلى آخره. المقصود أن الطمأنينة في الصلاة لا بد منها، وأن الإنسان يطمئن في صلاته، وأن تكون أن يكون ركوعه وسجوده واعتداله كلها قريبا متقاربة من حيث المقدار ومن حيث ما يطلب فيها من طمأنينة. ولهذا في قوله وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، يعني القيام كما قلنا الذي هو القيام الذي للقراءة، والقعود الذي هو التشهد الأخير لأنه يكون طويلا. الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي.
وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا حديث ثابت البناني التابعي رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آلو يعني لا أقصر، أجتهد وأتحرى أن أحكي لكم صلاة وأصلي كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ومعلوم أن أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو من كبار الصحابة ومن أجلاء الصحابة، وعمر طويلا رضي الله عنه، وكان خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهو لا شك أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا قضية التعليم، أن الإنسان يصلي ويقصد تعليم الآخرين، وإن لم ينوي الصلاة لذاتها وإنما نوى من أجل أن يعلم، وهنا قريب منه، لكن هنا قد تكون صلاة الفريضة، لأن الحديث سوف يأتي حديث أبي قلابة الجرمي أنه قال عن مالك الحويرث قال: إني لو صلي بكم وما أريد الصلاة. هذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل أو غدا إن شاء الله. فالمقصود أن قوله إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت، بمعنى أنه هو حينما أقبل الصلاة وأراد الصلاة في 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 نيته وفي قصده يصلي، ولكن أيضا ليعلم من خلفه ويحكي لهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يعني بمعنى من تمام الصلاة وحسنها. يعني كان الصلاة بعد الصحابة بدأ يدخل فيها شيء من الاختلاف، طبعا اجتهادات العلماء اجتهاد التابعين في فقههم من حيث يعني، ولهذا هنا أكد على الراوي قال: إذا رفع اللي هو ثابت التابعي، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، ما يدل أنه قد يكون بعضهم حينما يركع يسرع، بين إذا 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 رفع من ركوع هوى إلى السجود بشكل ملفت، بمعنى لا 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 يطيل المكث حينما يرفع رأسه من الركوع، وكذلك أيضا بين السجدتين. ولهذا قال، بما يدل على أنه بدأت تختلف إلى حد ما الاجتهادات في أحوال الصلاة، بمعنى أنه، ولهذا ما المعروف أن الحنفية وأبي حنيفة رضي الله عنه أنهم يعني لا يرون الإطالة أو بعد الرفع من الركوع يهوي إلى السجود مباشرة، وكذلك أيضا إذا رفع من السجود يهوي بسرعة إلى السجدة الثانية، لا يكاد يعني يطيل الجلوس بين السجدتين ولا يطيل الرفع من الركوع. ومن هنا هذا قال: أراكم لا أرى، فكان أنس يصنع شيء لا أراكم تصنعونه، يعني من كما قال الشراح يعني من حسن الصلاة وتمامها، من حسن الصلاة وتمامها. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، مما يدل على أنه بدأ في التابعين وبعدهم أنه وجد من يسرع في بعد الرفع من الركوع يهوي للسجود بسرعة، بمعنى أنه لا يطيل المكث بعد رفعه من الركوع.
وكذلك أيضا بعد رفعه من السجود ويهوي مسرعا للسجدة الثانية. وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، بمعنى من هو لم ينسي، لكن بمعنى إشارة إلى طول القيام، إلى طول القيام، لأن المتابع كان يظن أنه سيهوي بسرعة، لكن الإمام قد يكون أطال الذكرى حينما رفع رأسه من الركوع. وإلا هو يعني هو إشارة إلى الطول حينما قال حتى يقول القائل قد نسي، يعني هو لم ينسى طبعا، لكنه من الطول يريد أن ينقل لنا مقدار الطول، وأنه فيه طول ظاهر، فيه طول ظاهر. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث جالسا، يعني جالسا بين السجدتين، إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، ما يدل على حرصهم على طول الجلوس بين السجدتين وطول الوقوف أو القيام بعد الرفع من الركوع. بمعنى أن وأنس هنا يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أورده الشيخ يجمع كل ما مر من الأحاديث السابقة عن الحديث عن الطول، وعن أنها طول مع تخفيف، بمعنى أنه يأتي بالواجبات ولكنه يخفف. قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يدل عن، ولهذا الأحاديث السابقة التي فيها من الركوع وقد نسي إلى آخره، هذه يعني لا تتعارض، بل هي تفسير أو يفسرها قول أنس أخف صلاة ولا أتم صلاة، فلا يظن أنها طول يثقل على المؤمنين أو يشق عليهم، إنما طول يستوفي فيه الأركان ويأتي به بالطمأنينة المطلوبة. فهذا هو الجمع بين الخفة وبين التمام والكمال، بمعنى أن يأتي بصلاة هادئة مطمئنة مستوفيا أركانها وطمأنينتها وتسبيحاتها والأذكار فيها، ومع خفة ويسر في أو رفق بالمؤمنين. قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في تكملته في الصحيح أنس يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. هذه زيادة في الصحيح بمعنى بسند صحيح. إذن هذا يبين الحالة والصلاة الكاملة الخفيفة. وفي قوله وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه، فيه فقه كثير، فيه فقه كثير. ومن أظهر ما فيه من فقه أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المؤمنين، أحوال المأمومين، ويخفف عليهم ولا يشق عليهم. وأيضا حقيقة يعني ينبغي أحيانا أحوال المأمومين
إما طبيعة الحي أو موقع المسجد كما لو كان على طريق مسافرين أو حتى مساجد المحطات الوقود، ولا هذه عادة المسافرون فيها كثير، فينبغي الإمام أن يراعي أحواله وأن يخفف، أو إذا كانوا كبار سن أو إذا كانوا مرضى أو إذا كان، بمعنى أن أحياناً فعل الحي أو أصحاب المسجد يكون لهم ظروف معينة فينبغي الإمام أن يراعيها، هذا جانب. الجانب الثاني في قول أنس وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تتين أمه، يدل على أن المصلي الإمام وهو يصلي إذا سمع شيئاً في الصلاة طرأ على المصلين أن يخفف، سمع بكاء صبي أو سمع إسعافات أو سمع أشياء في الحي تشغل المصلين، ينبغي أن يسرع يخفف حتى لأن هذا يشغل، مما يدل على يعني كمال هذا الدين، وأن مراعاة الناس مراعاة أحوالهم وظروفهم هذا مما ينبغي أن يأخذه الإمام في الحسبان. والأمر الثالث وقد يأتي معنا في الحديث اللي بعد هذا لكن نذكره هنا لا مانع، هو أنه خاصة في قوله يسمع بكاء الصبي فيخفف، لا مانع في العبادة ولا يضر أو يدخل في النية أنك في بالك أن تراعي الناس، لا تقول لا هذه عبادة هذه لله عز وجل وحده، ونعم هي لله، فمراعاة أحوال الناس لا يتعارض مع حق الله عز وجل، وهذا جانب مهم جدا جدا، بمعنى أن 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 أن, أن يأتي في نيتك أو في قصدك أو في يعني أثناء أدائك العبادة مراعاة الناس، هذا لا يضر ولا يؤثر على الإخلاص ولا يؤثر على محض حق الله سبحانه وتعالى، وهذا مهم يعني مهم جدا ملاحظته، لأن بعض الناس يقول أنا أصلي لله ما أصلي للناس، لا هذا ما لا يتعارض أبدا، وهذا من كمال ديننا، ولأن أحوال الناس مراعاة، ومن من 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 فقه الرجل ومن أيضا ديانته أن يراعي إخوانه المصلين. فأنا أوصي نفسي وأوصي خاصة من يوفق الله ويكون إماما أن يرفق جدا، وأن يجعل الرفق بهم هو الذي يشغل باله ولا يشغل باله غيره، فمراعاة المصلين وأحوالهم والرفق بهم والنظر في أحوالهم هذا هو الذي ينبغي. ولهذا وهذا يحدث كثيرا كما تعلمون، حينما يكون المصلون في الصلاة والجوال يشتغل في الصلاة، لا شك طبعا أن صاحب الجوال لا يحب هذا ولا يريده، ولهذا يسرع في إغلاقه، فينبغي للإمام ألا يكون في ذهنه شيء نحو هذا الرجل صاحب الجوال، ولا إذا سلم يعلق، بعض الناس إذا جاء يخلي جواله ما ينتبه ويشغلنا أشغلنا في الصلاة، هو ما أشغله هو ما قصد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة قد أتت بطفلها طفل وبكى وخفف، فلما سلم ما قال مرة ثانية لا تجيبوا مزرانكم لا تجيبوا أطفالكم، ما قال إنما خفف وأنت أتي به مرة أخرى تأتي به. فحينما يصدر من المصلين حركة أو يأتي بطفله ويبكي أو جواله مثلا فعلا يرن ولا كذا ويصدر أصوات، لا 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 ينبغي أن هذا يقدر للمأموم، لأنه ما أراد قطعا ما أراد أن يفعل هذا، أن يكون نسي صحيح في لوحة مكتوب أرجى إغلاق الجوال، وهذا جيد وحسن أن توجد لوحة في المسجد
لكن هذا نسي. فأنا مقصودي أن يقدم الإمام الرفق قبل أمويه، لأن بعض الأئمة فيه مغلظة، بعض الأئمة فعلا فيه مغلظة وفيه يعني لا أقول شيء آخر، للإمام ولغيره، لمن كان في مقام النصيحة. نعم كلنا مطلوب منا أن ننصح إخواننا وأن نعظ وأن نذكر وأن ننكر المنكر، لكن لا ينبغي أثناء أو يعني حينما تقدم النصيحة أو موعظة أن تشعر بالاستعلاء أو أن فعلا يعني تظهر نفسك، وهذا هو الذي هذا هو المشكلة، وهذا هو اللي قد يؤثر على قصد المسلم، تظهر نفسك كأنك أنت الكامل، لأن مقام المنصوح غالبا ضعيف. لأن لماذا؟ لأنك وقفت منه على نقص، وفعلا تنصحه ليسدده، فهو في مقام المستكين وفي مقام الضعيف إلى حد ما، إلا إن ضغطت عليه سوف يثور. طبيعي بعض أحيانا بعض الناصحين جزاه الله خير يشد ويغلظ حتى يضطر الأخير إلى أن يرد عليه ردا عنيفا. لماذا تلجأ إلى هذا؟ كذلك الإمام، لا تنظر إلى المؤمن باستعلاء وكأنك أنت الكامل وكأنك أنت كأنك الذي لا يعتريه نقص. ينبغي أن ترفق بهم وأن تقدر أحوالهم وظروفهم، وفي أحيانا قد له ظروف لا تعلمها من مرض أو انشغال في بيته أو في أهل بيته أو في ما يشغلهم في ماله أو في قريبه، فينبغي حقيقة مراعاة المصلين. ولهذا في الإضافة، وإن كان لا يسمع بكاء صبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. فأنت أحيانا حينما تنصح هذا النصح أو صاحب الجوال قد هو يفتن ولا يأتي المسجد أصلا ولا يأتي الجماعة، فينبغي مراعاة مثل هذا. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.